واخا راك تودك المدينة، انا قريب نولي نحكموا احنا ان شاء الله. وما انا كان ني نكحل ني طاهر ني الغول. انت مساك دور هنا، باش يقول لك مساكوكش معانا، انت ما تفهمش. انا قلت بالك وبدلتوا رايكم. امشي روح تلعب، امشي روح تلعب، راه ما نسحقوكش معانا. امشي عمر شوف معاه. خلاص خليه ليا. ايه اسكتوا دوك تاكلوا دوك توجد غوكي. كل عمي حشموش غوكي كل ماشي هكا يقطعوا الطوماطيش، خير بالك بلي حبها مقطعة صغيرة، شحال من خطرة نفهمك. سمحي لي سمر، إيما قالت لي مع الشلاضة تجي كبيرة. صح سميرة سمعي لها، هي تعرف أخر منه. أنا خايفة أنا مع هذا الريجيم كامل ويعاود الزواج، أنا ومنايفني، كاش ما قالت لهم هاد الأيامات. سمية ما يخليهاش، عندها عليه دوسيات. وش يزيد؟ غير كيما جاب الزين كيما هذا. ايه رجال كي يترفهو كمشي شاي زوجو عشرة البنات راهي 12 روحو نوضوه يتعرفو كي يزيد فرقة يولي شارشي شو ها جيبي نشوف الجاجيلة مليح. اوه سمية وش بيك هذا وين حطيتو مازالو خضر. يا ودي جيبي كليت المرار جات فيه هادي. يرحم بابك سميرة هذا وش حتاكل فيه. وانا فهمت هاكي كودي سمي. ايه هي مدوزنا كيما يحبها. ديريها في الفرن ديريها مليح. انت قلتي لي جيبيها لي خضرا. مالي ديريها ديريها في الفرن زيد شويه. طيروا عليا هذه غير همكم. هيا حرزيوها كاع هذا الارض فيها 20 قطار ما تكفيناش باش يكون عندنا لي بلو غون ايبر مارشي في الجزائر. وتيرا اللي مالهاش مديناش هو هذيك تاع مجاهد كبير وقالي له كان تعطوني مال الدنيا ما نبيعش. مال الدنيا شاف عمره كبير كبير عنده دراري عنده 9 سهل وده يروح لدريس يهضر معاه ان شاء الله. كنت صغير كنت نسرق التشينه هنا دوكا كبرت ونسرق البحاير هاتي لازم تدوه. باينه معلم لازم باينه. ابغاك شكون ميا شكون بنتي الله يبارك
مع الخير مرت خويا. وحا كبرت ولا لا؟ لا عيط لي نجوى. ديجا مساء الخير رانا الحشيه. شوف فكرت بلي تحب تشخشوخه، راني طيبت لك واحد تشخشوخه طوب. يقولوا الناس بسكرا بلي هما يطيبوها مليح، بصح تاعنا هي لا ميور. عطيك صح، انا شبعان والله ماني جاي. تندم وحا. عطيك صح انجو، كاينه قهوه؟ بيان سور كاينه، غير هي خوك يشرب خمس قهاوي قبل ما يخرج باش يفطن. سكر؟ اه صح. وحا هلا ما تقعدش تعيش معانا، ماني غير انا وخوك في هاد الدار فارغه. خير من توعد مالك تصدع لك راسك، هنا تخرج وتدخل كيما تحب. عندك الحق، دوك نشوف مع سيد احمد يخلي لها ابارتمون نعيش فيها، انا حاب نعيش وحدي. هذه نورمال نفريها لك. البارح كنت عيطت كطفل صغير، وش بيك؟ وش صراك؟ ما عندك؟ وحا هيك انا راني كي اختك، احكي لي وش صرا، وش كاين؟ موحى احكي لها كيفاش قتلتيني انت وخاوتك. موحى موحى اسمحي لي لازم نروح، تليفوني مشتاش راه في وسط الروز. اش بيقولك؟ عندي واحد في الطوموبيل. وحشتك عمو، مش قلت لي خرجك هاد السمانة؟ هادوك يعيو انت تلعب معايا. شوف القطة ديالي سميتها بيزا. بيزا؟ اش معناتها؟ لازم يكون عندها معنى بيزا وخلاص، هي تحب كي نعيط لها بيزا. السمانة الجاية عندك الشريعة تلعبي بالثلج مليحة؟ ما ادريش كيما هما. ما تخافيش انا عندي كلمة. شي عند جدو؟ أيا دخلي واش دير روحك بنتي؟ حومة تاع جدو معمرة بالقطوطة، خليها هنا. ميا ديجا شتا بدا تصب، هيا. أنا ما عنديش شتا نقعد هنا. آه جدو، هيا. هيا ماما. واش خو؟ وين راك؟ بس في التاني باش راك تريبوندي. الله يسترك، راني نحلل فيك خو، عندك ساعة وانت تقول لي 10 دقائق. ها جي اليوم فيها راك حلفت. الله يجازيك يا خو، ماني نحلل فيك، ما كاش فوق هكذا. داكور كيفاش؟ فريتها؟ لا فار هذيك فارية إن شاء الله، على بالك بلي نحبك وما نقدرش نفرط فيك. وش راك دير؟ نحطك في الدار. كيفاش؟ تحطني في الدار هبلت؟ وين حبيتي نحطك مالو؟ ما بون أنت خاوتي يقتلونك، حبيتي لي مشاكل؟ يا ودي ياك هضرتي مع يما وش بيك؟ حطني راني نقول لك، حبيت دير لي مشاكل؟ خوك أنا نهضر معاه. ما هضرنا والو بصح. هاي شك دير له؟ ما دير شنو يدير معه؟ كيفاش ما كاين والو؟ تخاف بيا؟ ما دير بلاصتك كسروا معايا حطني مازال عندك الجهد يا تسيس تحمي عليه بهدلتينا. هاي فيش هاي الدار، هاي طلعي للدار كيما ما تسيبيهاش. اقلبي عجبك الحال باش نشوف عجبك الحال ما تندم عليها اجري ما ديرها تصب.
اهلا. اهلا. راك غير الصغار خويا سيد احمد. باين اللي راهم قايمين بيك يا. راني قايم بروحي، رياضة يوميا هذا ما كان، الحمد لله كيبقى لي شوية وقت بين جوج طيارات. جبت لك هدية من لبنان. بارك الله فيك. لي سيجار المخيرين، خير متاع عبوانا. ودوق وراح تفهم. تفضل. بارك الله فيك. بصح تعرفني بلي ما نتكيفش أنا. راني نقول لك بلي ندير سبور. كي العادة الله يهزك. بصح ما تزيدش شوية عسل، الحلاوة بزاف ماشي مليح. داكور سي سي. نعم. واش سمعت كاينة منها؟ وأنت واش خممت؟ راك حاب تنقص من روحك الستريس والأدريلانين. وانا نحتاجهم انا عشت في العز والدلال مربى ما على بالي بوالو لي مليار تحت يدي طاير جبت البرميشره ولي بورش كرهت حبيت شويه مشاكل شويه قلق وشنو كي ندير افار ما نحبش نخسر فيها ما نديرهاش انا ماشي على جال الدراهم ناقص قارص ما عجبكش من ذاك يعطيوه غير شويه راك تفكرني في بابا تقول عشت معاه طول حياتك يا الله يرحمه كوستيمات هادو ما منين راك تشريهم تاع الطلاين هذا ما نشيش لي كوستيم تاعي نخيطهم ويد حما خياط بعدو الطليان عام ونص تنزت مرفه جلالي انا نحب نموت مرفه نراهمك النار ما تحرقهمش وتموت مرفه أنا حاب نموت كي مرفهين في فراشي ناس تبكي عليا ودايره عليا تصاوري في التلفزيون في الجورنال يهضروا على الخدمه تاعي بصح في الدومين تاعنا يا اما تموت مقتول يا ترشى في الحبس ودراهمك ميتين اكثر منك برا ما راكش وحدك في السوق شي تبدل وتنقسمت والسومه اللي لحقتني غاليه 100 مليون جاتك غاليه ماكش راح تربح سلعه برك راح تربح ريزو جلالي شوف اسمح لي خويا سيد احمد بصح جابوها لي بثمانين مليون راهي 40 مليار اخو ما تساعدنيش مانيش نرمي طرامي في البحر يا ديك الساعه شوف جلالي راك حاب نخدمو كيف كيف لازم البرمان هذا تحاوزو وخوك راسو خشين خويا راسو خشين وتعرفوه كنت نتفاهم معاك كنا صغار بصح دوكا لا حاب يحكم طريقه ودبر راسو شوف خويا سيد احمد اذا تفهمنا اني شاري فهمتني وكيما قول في الغنيه يجي لي داوي حالي انا اللي نداوي المشاكل ديالك فوالا دي لا روتريت شنو نخرج هكذايا كل يوم نقضوا كيف كيف سورتو على بالك بلي داري تقسم مرفوض تاع القضية حتى الكاتريام ولا ما على بالكش ما خرجتيني باش تشكي انا نشكي عندك الحق اليوم مرض ناكل الحوت اها عرفتني لابخيم حبس 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 تليفون ها كنت جيت نعرف الدار بكون راني قتلتو حكار كون بابا كان عايش ولا مهم سنين ما تهدريش يا بنتي بلا ما تعرفي حتى انا عندي ما شفت مع باباكم نا ما ضربني وانتي ثاني يا بنتي بعدها تجيبي بعدك راجل لحوم غريب وقدام الناس كامل وتحبي خوك ما يهدرش يسكت على حسب شوفها كي ساكتة مرفة بالضرب وتمرميد أنا أقول لك الحق راني نستشفى هكا مدام خديجة ما تزيش تسوخ بيك وبزينك أنا الضرب اللي خديته من عندها أكثر من الضرب اللي خديته من عند راجلي وبابا أنتي العز والفشوش هكا ما كاش وانتي تجيبي روحك لأختك الملايكة هذه
اخي عندي ما شت معاك يا اخي، خرجتيني على عقلي. واش تزيدي ولا نسيتي؟ خلينا حمبابك، نعم تحكت لي كلش. قالت لي يماك نهار راح تزيد بيك بدات تعيط الكولوار، بدلو له بنتي بشي شابه، بدلوها ما تشبهليش ما تشبهليش. وعلاش واش خصها اختي؟ بكري كانت كي تهبط في الحومه الناس قاعد تخرج تطل. وامنتيها يا بنتي؟ امنتيها؟ هذه اللي راكي تشوفي فيها يا بنتي عندها ما درت فيا، هذه ما جيت نزوجها حتى رجع لي هذا هنا، خرجتني على عقلي هبلتني. شوف لي لجوري بنتي تبكي، معلش يا بنتي ما عرفتش نصبرك انت ولا هي. زينب زينب اروحي يا بنتي، رانا غير نقصروا هذا مكان. Correspondant est injoignable pour le moment. L'appareil doit être éteint ou en dehors de la zone de couverture. Veuillez réessayer ultérieurement. Merci. بالعقل بالعقل ميا. ميا راهو عيان. إذا هذا عيان ماذا بيا كل يوم نعيا. هذه الغالية ديالي، هذه عزيزتي، هذه الروح الروح. علاش ما تجيش تشوفها كل يوم في الدار؟ لازم تفريوها أنت وليدك. حبيبتي روحي جيبي الجدو السبحة راهي لداخل وكسبة، بالك تطيحي بالصحة؟ يا حبيبتي القديني باش تهضر مع ماما، ماشي عييت. يا الله أكرم. شوفي يا بنتي، أنا وسيد أحمد ماشي زعف لي بيناتنا، بيناتنا خلاف، خلاف الجوهر. سيد أحمد في الداخل ذهب صافي تغطى بالحديد ولا ما عنده حتى قيمة عندي. أنا رضيت واش كتب لي ربي وما طمعتش، الحمد لله رب العالمين، ربي عطاني كل واش نتمنى، ثلث دراري، دار، الناس تحبني، واش تحب أكثر من هكذا؟ هو اختار حياتي ماشي حياته، حياة تاع الناس واحد اخرين، فهمتي وراه المشكل ماشي الزعف بيناتنا. صح جدو، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وحنا كامل هذا المال ما راحش نستفادوا منه. جدو ما لقيتش لي بوتي، تحب نحفظ نشري لك؟ لا لا بنتي، لا لا بنتي، جدو يحب المتاع على العين. شوفي انا جحد الروح راح اصلي المغرب. صحه ما احنا لازم نروحوا. ميا عندك لي ديفوار غدوة ولازم ترقدي بكري. لي ديفوار طلعهم السمانه اللي فاتت، سيدي يبان لك شي خايط لك وقالت لك بنتك لازم تصطي ولها العام. هيا نعطيك. ها جدو اللي يعرفوا شنو سوا. جدو خرجت ليك بقى على خير. ربي يسهل، ربي يطول في عمرك ان شاء الله. سلامه. بقى على خير. بالسلامه. بونجور سي موحى، صافا؟ أو يستنى فيك مسيو عامل في البيرو، جاي يشوف البورش، هبل عليها، وريت له لي زوت، قلت له كاين دي بورش واحد أخرين، وريت له لي زوتي منا، قال لي لا لا حبيبتي، حبت هذيك البورش اللي تفهمنا عليها، قلت له إلا جبت هادوك، نستناو مسيو محمد يجي نوروها لك، إلا ما جبتهمش ما نقدر نقول لك والو، قال لي جبتهم ونقعد هنا نستناه، قلت له خلاص ما لا استناه في البيرو راهو جاي مسيو محمد، هيا سنينك ويستنى فيك.
تقلقش العمين، غدوة صباح دريفتي بها حبيبي. صباح الشهرة احنا نهارنا يبدا على وحدة، وانا خاطر لي دريفتي مواح. شوف مع سهام دريفتي بها راسية. علاش تشوف فيها؟ ما نعرفش نهضر واقع. شوف خو، احنا من الاخر غدوة تكون عندنا، ماشي غدوة تاع الخرطي، غدوة تاع غدوة. ما تزعفيش حنونة، على بالك حبيت تزوخي بها قدام صحاباتك، غدوة ان شاء الله تكون عندك. شوف مواح تاع حبيبي، انا ما في كلمه ندي سلعتي هاد المره، ما ديت والو. بصح دير في بالك حاجه، راح نوم بك في الليل. بالك باك تنوض مخلي اخو، انا ما فيك ندي درامك اليوم يدي سلعته. شنو نتا تخطرا راك حايب كي طاكسي ليلي تشوف الغبار؟ صبر عليا برك، هذا باك كي تشوفها تقول لي عندك الحق يا اخي. كوارطا صافين باسكو فوق 600 نعود ما يدخلوش يا مضروبين موحى. وانا كي حاب نترافيك كوارط نترافيك يوم معاك تا خويا وصاحبي، خلقش راحك. اي الهضره ولك حاب نخليها على اسمي ماشي مشكل. لا طوموبيل على اسمي وكش ما صانت بتقديركت منحوش نفهم. اي ماشي مشكل جبديني محمد قلعي، لقد تدري لي حاجه مرحبا. اشرب الامين بصحتك، هذا حليب تاع المعزه. بونجور سي كامالو، شراك سما كاش ما نجيب لك الا تحوس على مسيو محمد راه مع الناس. اوكي تما تحب تستنى هنا تحب تطلع عليه؟ تطلع عليه داكوغ. اوكي واش يسحق انا؟ يا اخو انا ما ندخلش روحي في ريزافير ديالك، ماذا بيك انت تاني؟ اه وي من نهار تقتل طفله واحده اخرى ما تجيش تبكي عندي. ديجا وين راهي الطفله؟ واش درتوا لها؟ اش تحوس عليها؟ انا حايب نعرف. الله يرحمها. على بالي الله يرحمها، وين دفنتوها؟ ما تهاوش تفهم، خمم في المشاكل اللي هم جايين، ماشي اللي راحوا. هذا السيد هذا عيان، خدم معايا انا وخوك، على جالو قريب دخلنا في الحيط. على بالو بلي انا اخوك. تسبق كاع الناس تحوس عليك عمر. سيد نخدم معاه نورمال، وشاري عليا قريب 10 ملاير ويخلص على الروضة، وراه المشكل. ما بالك تحسك الروضة؟ هذا البراطرة تاع الطاهر، تاع الطاهر. واش دخلني في الطاهر؟ نهار تغلط تاع الطاهر، تغلط، يكرازي وكنا موسى، ما على بالهمش كاع بيك. رد بالك وعرف وين تحط رجليك. خصني كروزة. وأنا دوكا نخدم على العلم ولا كيفاه؟ سيد احمد جدة وحدة وما خلصهاش. انا ماشي سيد احمد، انا الدراهم ما نلعبش. غدوة يجيك الزوج ويجيب لك دراهم، تحبهم في الشكارة ولا في صاشي ولا تخدم بالشاك. يا خو بالك تشارك هذا امين، الربح ديالو خسارة، وإلا خسرت تحمل الوجع. ما تخمش غير في روحك، تحرق قلبي يماك. مرحبا بك في اي وقت، يعني شيشيك. ها مرحبا، نحلك الباب. الو صح صح صح، ضربتني في ريهان، جينا ندبر راسي معاه. هيا صح صح. خوك؟ ايه اخويا عيان يا اخو، كل يوم خلي له 200,000 ويجي يسرق من عندي ومن عند يماه ومن عند اخته. ما فهمتش يا اخو، ما فهمت. ديجا نتاع دوكا ماشي كيما تاع بكري. تحب نشوف مع عمر يهضر مع ولاد حمتو؟ تحبس الكاشيات؟ اسمح لي سيدي احمد، بصح عمر هو اللي يخلط في الكاشيات، وهذوك المساغ اللي بيعوا في الحومه يخدموا عنده سير كاع. هذا هو عمر، ما يسيبش شي يدير ويحوس على المشاكل. انت المهم تهلا في خوك وفاميلتك، هذا ما كان. عمرك ما تنسى بلي نوقفوا معاك. اختك علاش ما تكلهاش دار هي ولادها؟ هكذا تكون مهني، نقدر ما نعطيك الدار تعطيني مليح، ما عندي حتى مشكل. هذا كل واحد في داره، خوك كبر لازم يسكن وحده.
عطيك صحة سيد حمد، بأن حبيت نعيش مع العجوز في الدار اللي فيها ريحة المرحوم ربي يرحمه. بالك عندك الحق، حبي يعيش حياته، ماني نشوف فيه ميت كل خطرة يموت غير بالعقل بلا ما جايب خبر. هذاك هو الوقت لازم نوقف معه. واش راك تمعني لي؟ حاب تحبس؟ مانيش نمعني لك، بصح على بالي بني ما تسحقنيش. الحالة راهي ماشية، واحد ما يحب لك الشر، ودار بيك على شوفور أنا ندبر راسي. نجيب لك واحد كيما راك حاب، وتاوع عندنا كونفيونس ما يهدرش ما تكسرش راسك كاع. دريس، شوف راني نسحق ورا ويسوق في الطوموبيل تاعي. مالا سوق خيرنا من الهضرة الزايدة هذي. الباقي خصو 150 مليون بعد نكملهم لك. شنو هادي؟ مديت لك 4 ملايين، قلت لك باناميرا في دي زادي ما تفوتش مليار و700. جبنا لك قز دراهمك. كيفاش قز دراهمي ما تفوتش مليار و700؟ مكسرها كاع ما تشوف فيها. هاديك بورش وهادي بورش. وسيد كيفاش ندير معاها انايا؟ كيفاش؟ هذاك شي شغلك. وراك مليح كي جبنا لك هادي. مش هكذا خطر اخرى، تعرف كيفاش تتعامل مع الرجال. الله 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 الله. عم خسروا لك بروشينغ، ما تنساش تعاود. اسمع، انت تطول ولا نجيبك حشا معايا؟ لا لا ساعد انا نروح غدوه يفرج ربي. عباك بلي بحرك لي شويه نشوفوا ما كان تلايمين وكلي ما كان لا خوف لا والو. خرجوا على اللعب عادي، ما خرجوش اللعب، خرجوا من اللعب. دوكا ولاو رجال اعمال محترمين، داروا فصاده شابه من برات الماء ومن الداخل معفنه. اسمع، تايواني اللي انا حكموا عليه شويه سوال حار، الريزو تاعها بدا يتخلط، هو على هي المرتاح جديده. تايواني مدرع، انا اللي يهموني هاد الزوج واللي موراهم. اذا طاحوا نتهنوا منهم نهنيوا البلاد. ما شاء الله. هيا نروح، هيا نروح. عميتها مع راضيه والله ان شاء الله. هذه الزوجه تقول لي نروح، عاود يا خويا صاحبي. هو التالتة صاحبي. هيا غدوة صاحبي. اسم التالتة.
شكون هذيك؟ تخدم معنا. سمحي لي شدني واحد الدوسي نسيت روحي. معليش المهم راني هنا خير من قاعد في الدار. ياك نروحو نتعشاو ما تقوليش راني عيان. طولنا على ما درك. روحوا البازيطة كاين واحد الشوي يدير واحد الملفوف كيما تبغي. هاي على بالي الطوموبيل تاعنا ما تسواش نشري واحد. بابا حبش ترقد كنت استناك. ترى ارقد كيف كيف هاي سافا ساعة في الحوالي. قارورة إترا ونص 130 دينار فقط. والآن فريل أنتي باكتيريال الجديد يقضي أيضا على أصعب الدهون. حفاضة مولفيكس الجديدة مستوحاة من حضن الأم مصممة باش تحافظ على راحة طفلك.